الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احد من كل تأمن أولاده وتسوي لأولاده، أولاد الحرام ما بيخلوا حدا. يعني واحد قعد عندي والتاني حكينا بنبني ونسوي لهم دار. أبوهم عيان مع مرضى قلب، حاطط بطارية وشبكية وبلون في القلب، وأول امبارح لسه طلع من المستشفى من عين كارم. ويعني وأبوه راح يقدر يرجع يأمنهم يسوي لهم زي ما سوي لهم المرة هيك. والولد هذا هي يعني لحالة، وبنا والله بعنا وشو حطينا وشو دفعنا وشو سوينا، وبالآخر زي ما أنت شايفة حكونا في أمل في أمل، وطردنا ورا المحامية وحط وسوي وكله كله على الفاضي. والحمد لله شو بدنا نحكي، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني دار زي هي مش حرام، اللي زي هدول ولاد شباب وين يروحوا وين يروحوا؟ ولا بطلع من داري إلا أرجع أبني ويهدوا ويرجع أبني، بطلعش من هنا. هذه أرضنا وهذه بلادنا وهذه إحنا إنا وطننا فيها وما بنطلع منها، ويهدوها. كلفتني 200، مرتي جابها 400، وبطلعش من هنا وبرجع ببني. وأنا حكيت للمحامي وحكيت بالمحكمة برجع ببني. وين أروح وين نروح؟ كل الحارة عليها تخليف، كل الحارة عليها أمر هدي. جارتي بلت بلاليت نزلوا لها إياها، وين نروح وين نروح؟ اللي دارها 30 سنة جارتي رجعوا جابوا لها مخالفة أول امبارح، كان سووا رخصة. طب أعطونا رخص نسوي، بتهججوا فينا، وين نروح؟